كشافة الأحواف. كيف عرفت يا إمام؟ يتسابقون دائما فلا يبدو لهم خط مستقيم. وهذا صهيب وخيله السريع. أو شكلا. الله أعلم. أهلا يا صهيب. دائما مسافر يا صهيب. صحيح يا أبو عطيه، أعرف الصحراء مثل كف يدي. كشافة الأحواف يبحثون عن شكلب في كل دروبها، المعلوم منها والخفي الذي لا يعرفه سوانا. يخلقني ما أسمعه منك. أبوه وأولاد عمامته يشعرون بقلق عارم يقف على حافة الغضب، وإن حدث له شر لا قدر الله سيشعل ذلك نارا. وماذا أنت بفعل؟ نجده، لا حل آخر، لا قانون يحكم غضب الأحواف. إنني لا أرى النوم بسبب هذه العادات يا إمام، وأرى فيها من الجهالة الكثير. وهل عارض الكفار الرسل إلا بهذه العادات يا صهيب؟ كل ما أرجوه هو إصلاح دينهم وأحوالهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. هناك المزارعون ومن تمدن وأولئك فازوا، لكن الكثير من الأحواف تسري البداوة بدمهم. أريد أن يتعلم فتيان الأحواف أصول الدين فيتدبرون ولا يتركون أنفسهم لجهالة الفعل وفلات الغضب. عسى الله أن ينير قلوبهم على يدك يا إمام. العلم خير تجارة. أعرف أن الفسطاط أولى، وأن الجمع الكبير ميدان يليق بمقامكم، لكني أتمنى أن تختار لنا أستاذا، وسأكون أنا والقبائل ممتنين لك. بل قل من الله علينا جميعا بهذا الشرف وهذا الثواب. سر على بركة الله وأنا معك. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.